على بيقول لك هنا ايه؟ الداله اف اكس بتساوي القيمه المطلقه اكس زائد 2 زائد 1. المدى يا جماعه هنا المدى، بيقول المدى هنا بيساوي كام؟ المدى هو ار، صح ولا خطا؟ لا خطا. خطا هنا خطا. ليه خطا؟ المدى لانه ليس جميع الاعداد الحقيقيه ينفع. المدى اللي هو ايه هنا؟ ينفع المجال بس. اللي هو زائد 1. ايوه المدى عندي اللي هو عندك يا جماعه لو شفت اف اوف اكس اكبر من او تساوي كمان او يساوي موجب 1. طيب عشان نفهم بس يا جماعه، عشان افهم، عايزين نفهم الاول نرسمها ازاي. الداله الاصليه اللي عندي اللي هي اكس بس، اكس اللي هي الواي بس اكس يا جماعه، ارسمها ازاي؟ اجي عند هنا محور اكس يا جماعه اهو، ارسم عند الصفر وصفر كده، هي دي يا شباب مجالها هو ار، كل مجاله ار. طيب المدى منين؟ يبقى من اول صفر، مداها عندك الواي اكبر من او تساوي صفر. لو قلت لك الداله ده اهي اكس زائد 2 قيمه مطلقه، يلا يا جماعه كيف رسمتها؟ بتحرك بس يسار خطوتين، اثنين موجب اثنين يا جماعه عكس الاشاره، واحد هنا يا جماعه، وابدا من هنا برضه نفس الكلام، ابدا بس من هنا. طيب فين مجالها؟ مجالها ار برضه، والمدى برضه واي اكبر من تساوي كام؟ صفر. نبدا من هنا يا جماعه، هو عند الصفر برضه. طيب بالنسبه لي اللي هي اكس زائد 2 زائد 1، نحركها جهتين اليسار وفوق، يسار خطوتين صح؟ وبعدين واحد فوق، واطلع واحد فوق يا جماعه هنا كده، نبدا من هنا كده يا شباب، الخط كده. المدى بادئ منين؟ من عند الواحد. المدى عندي من عند الواحد يا جماعه طالع لفوق اهو، اكبر من او يساوي مين؟ موجب واحد. السؤال مكرر ثاني مره عشرة. هنا بيقول لك برضه ايه؟ داله اكبر عدد صحيح سالب 3.2 من 10 بتساوي سالب 4، صح ولا غلط؟ اه صح 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 يا جماعه، مفيش مشكله. كنت اروح لاقرب عدد من اليسار. اكبر عدد يسار، جميل دي. السؤال ده يا جماعه بيقول لك هنا ايه؟ المدى هنا بيساوي المدى بدل يا شباب بتساوي اف اكس حسب اف اكس اكبر من كام؟ من صفر، صح ولا غلط؟ صح ايوه صح صح. نسالها دلوقتي حالا؟ لسه حالا دلوقتي قايلها يا جماعه. طيب الخاصية المستخدمة هنا عبارة عن ايه؟ خاصية التوزيع. غلط غلط غلط. امال ايه التوزيع عامل ازاي يا شباب؟ التوزيع ضرب مو زائد. يضرب في القوس كله. التوزيع إيه؟ بيكون توزيع ضرب على جمع او ضرب على طرح. ولا كده مثلا خمسة وفي قوس اكس زائد واي مثلا. او اكس ناقص واي هي يا شباب. هتبقى خمسة في اكس زائد او ناقص خمسة في واي. ده التوزيع، بوزع ضرب على الجمع او ضرب على الطرح. لكن دي بالنسبة اسمها ايه يا شباب؟ حد فاكر اسمها ايه؟ الخاصية دي اسمها التجميع. التجميعية صح كده، بقول لك كده 1 زائد 2 زائد 3 هي هياها 1 زائد 2 زائد 3. اقدر اجمع الاول ده مع بعض واجمع كام على 3، او اجمع دول مع بعض يا جماعه واجمع كام على 1، اجمع الاثنين مع بعض حسب ما يطرا لي. طيب يا جماعه بقول لك ايه؟ جذر 2 ده هو عدد غير نسبي، صح ولا خطا؟ جذر 2 عدد غير نسبي. صح 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 صح، لانه دوري. لان بس دوري دوري، لو دوري يبقى نسبي، لو هو دوري لا، لانه ارقام كثير بس مو دوري. ده ايوه غير منتهي وغير دوري. لو كان دوري يا جماعه خلي بالك، لما خدنا في المتوسط قبل كده، لا غير دوري، الدوري ده بخليه نسبي، احوله الى نسبي. لو هي عايز تعرف ازاي اشرحها لكم عادي، بس دلوقتي يعني ما تحصل دي. يبقى العباره دي يا جماعه ايه؟ دي صحيحه. طب اللي بعده بقول لك ايه؟ السؤال اللي بعده، واي ناقص 5 بتساوي واي ناقص اكس بتساوي 5 و2 واي ناقص 2 اكس بتساوي 8. النظام ده يا جماعه هو حله باي، صح ولا خطا؟ بس انا حطيت خطا، جتني الاجابه خطا انه هي الاجابه صح. هي صح بس حد فاهم ليه؟ يا استاذ انا اقول انه الفرق بين الاثنين. طيب واي والاكس الاكس يروح مع بعض، التغيير فين بس؟ هنا بس صح؟ اضرب كده ده في 2 هيبقى 2 واي ناقص 2 اكس هتساوي كام؟ 10 صح؟ اصبح متغيرات اكس وواي معموله زي بعضها بالظبط يا جماعه. لو جيت ترسمهم مع بعض، جيت ترسمهم هتلاقي مثلا افترض مثلا هنا كام؟ هنا 8 وهنا كده 10 يا جماعه. هتلاقي واحد منهم بيقطع محور واي، ده هو المقطع الواي يعني، خدناه قبل كده مقطع واي عند 8 عند 10، والتاني بيقطع عند مين؟ عند 8، وبيوازوا بعض. بيوازوا بعض يا جماعه. كلمه حل يا جماعه يعني بتقابلوا فين؟ تقاطعوا فين مع بعض؟
هنا مستحيل تقطعوا مع بعض. تمام؟ طالما معامل واي زي معامل واي، معامل اكس زي معامل اكس بالظبط، نفس الاشارات، اذا هم مستحيل يا جماعه يتقابلوا خالص. طيب ميل واحد يعني، يبقى الميل هنا بيساوي الميل هنا، ام واحد بيساوي ام اثنين. يبقى الحل عندك بكام؟ بفاي. هم تغير فيها بس في مقطع واي فقط، ده مقطع واي يا جماعه هنا 8، مقطع واي هنا 10. واضح يا شباب؟ الكلام ده برضه مهم جدا عليكم، ده تحطوه في ثالثه متوسط. بس الناس فاهم بالهنس. هنا يقول لي مجال يا جماعه، المجال الداله ديت هو 1 و4 و5. الكلام ده صح؟ قطع هذا المدى. المدى غلط. المجال بجيبه منين؟ مجال بجيبه من اكس، يبقى 2 و0 وسالب 4. هفوق دي كده خدت. طيب اللي بعدها يقول لك الداله دي يا شباب هي اف اكس بتساوي كم فقط؟ 3 اكس ناقص 4. المدى ليها اللي هو مين؟ واي اقل من سالب 4، صح ولا خطا؟ اكس مكتوب بالعكس بس ده الصح. بس خطا تكون موجب. خطا المفروض اكبر من او يساوي. يساوي ده الكلام الصح يا شرف. اهو يا جماعه دي نرسمها كده مش عامله ازاي؟ نرسمها يلا. نرسم بقى يا جماعه. اتفقنا عندك اهو في رقم جوه هنا يا شباب، الرقم اللي جوه ده بيأثر في حاجه، رقم ده يا شباب؟ الرقم اللي داخل ما يأثر بشيء، يعمل لها بس حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها توسع رأسي. زي ما قلنا قبل كده لو جبت بالونه وضغطتها من الجنب هتقدر ترفع الايه لاعلى، صح؟ توسع راسي يعني. هنعتبرها مثلا هتطلع داله كده يعني، نعمل كده. دي لو هي ايه؟ 3 اكس بس. طب ناقص 4 يبقى انزل تحت عند كام؟ عند سالب 4 يا شباب. هبدا من هنا بس. هبدا من تحت عند سالب 4. نفس الكلام اهو. كده يا شباب. واخد بالك؟ المدى عندك بدأ منين؟ فين المدى؟ من اول سالب 4 وطالع لفوق. يعني المال عندك ايه؟ اكبر من او تساوي هو سالب كام؟ 4. ماشي يا عبد السلام؟ تبقى العباره دي لازم تبقى ايه؟ اكبر من او تساوي سالب 4. زي كده يا جماعه. قلنا الثلاثه ليه؟ تاثيرها بس تعمل ايه؟ توسع راسي، يعني في الاصل كانت عامله ازاي من غير ثلاثه خالص؟ افرض كانت عامله كده اكس بس ناقص 4 بس كده، كانت عامله ازاي شكلها يا شباب؟ اقول لك اهو. هتلاقيها عامله كده طبيعيه. هو بس ضغطها يا جماعه بقى اسمها توسع راس. بس يعني ما تأثر بشيء على المجال ولا على المدى. خيارات يا جماعه، خيارات مجموعة الأعداد غير النسبية. مجموعة الأعداد غير النسبية. سالب جذر 49 احسبها كده. سالب عايز الجذر السالب لل 49 يا جماعه اللي هو سالب 7. سالب 7 العدد ده اهو ينتمي للأعداد اللي ايه؟ الصحيحة ولا لا؟ زد ينتمي للزد وينتمي كمان للحقيقي، صح؟ بينتمي للنسبية يا جماعة، للنسبية. واضح كده؟ يبقى هو لا ينتمي سالب 7، لا ينتمي يا شباب الأعداد اللي هي الغير نسبية اللي هي مين؟ الآي. اختار دي، غير نسبية. اللي بعده بيقول لك ما هو النظير الجمعي لعدد سالب 2 على 3؟ أغير الإشارة بس. بس كده، يبقى هو كام؟ 2 على كام؟ 2 على 3 فقط يا جماعة. نظير جمعي يا شباب، غير فقط الإشارة. طب النظير الضربي؟ ابدلهم بدون ما اغير الاشاره. ابدل غير البسط والمقام. ايوه ما لي علاقه بالاشاره زي ما هي موجوده، اذا كان موجود سالب تبقى سالب، مو بيبقى موجب يا جماعه. ما هي سالب هي اخذ السالب برضه. 2 على 3 يبقى 3 على 2. الخاصيه الموضحه ده ايه؟ 16 زائد 7 بس 7 زائد 16 ما فيها شيء طبعا، ايه؟ تبديليه واضحه جدا. الخاصيه اللي هنا؟ التجميعيه. التجميعيه. ايوه تجمعي. في حد جاي مش فاهم الحاجات ديت؟ حاجات سهله والله جدا، دي بتيجي في امتحانات عشان سهله. طيب هنا يقول لك ايه؟ سالب اي بي زائد اي بي يساوي صفر. ايه الخاصيه يا شباب؟ هل هو نظير جمعي؟ محايد جمعي؟ نظير ضربي؟ محايد؟ نظير جمعي. نظير الجمعي عشان الناس تفهم اكتر. شباب بيقول لك مثلا ايه؟ سالب مثلا سالب 5 زائد 5 ده وده يعتبر ايه؟ ها؟ يعتبر نظير جمعي للثاني يساوي المحايد الجمعي اللي هو صفر. هل اسمها خاصية يا جماعة النظير الجمعي؟ أبسط صورة العبارة دي حللها قبل كده، بس ده مكرر ثاني يا جماعة. 2 اكس وسالب 6 سالب سالب ايه؟ موجب 6 أكيد بيقول لك كده 2 اكس زائد 6 اكس. ده الاكس يا جماعة. طب والواي؟ 8 الواي سالب 2 واي ناقص
كم؟ 3 واي. ضل مع بعض بقى. يدينا ايه هنا؟ 8 اكس ناقص 5 ايه؟ واضحة يا جماعة كده؟ دي زيها بالظبط. اخد طول العباره دي اعمل ايه؟ استعمل التوزيع هنا شبهه، التوزيع اضرب 2 هنا مره وهنا مره، يبقى 2 في 3 ب 6 باء، و2 في 4 كام؟ ب 8 يبقى 6 باء زائد 8. طيب اللي بعدها المجال. المجال اللي هو يا شباب؟ اكس ولا واي؟ المجال اكس، المجال هو اكس 3 سالب 1 سالب دي من كرمه واحد و5 دي استنى يبقى دي صح كده يا فايز صح دي انا صح. ارحمكم الله. هي علاقه دي عايز المدى يا شباب، المدى هجيبه منين؟ المدى عكس المجال بالظبط، عكس المجال. ايوه سالب 4 و0 و3 و0 و3 اللي هي رقم سي. سي يا جماعه هنا صح. السؤال اللي جاي يا جماعه مهم، رغم انه سهل جدا بس مهم جدا. ها يلا قول هنا جي اوف اكس بيساوي سالب 2 اكس زائد 3. اشيل الاكس واحط الاثنين، نحط بس مكان الاكس سالب 2 من فوق هتبقى سالب 2 مضروبه في سالب 2 اللي هي مكان اكس زائد 3. سالب في سالب الموجب 4 زائد 3 عندنا كام؟ موجب 7. اللي بعدها يا جماعه برضه سؤال سهل كل اللي لسه عارفه اعتقد ولا واحد يغلط فيه. اول واحده بس، اول واحده مين فيهم دلنا؟ مين فيهم دلنا يا جماعه؟ ايه ايه الاي بس، الاي بس يا جماعه. طبعا اخذت هنا اختبار خط راسي يطلع ايه؟ نقطه واحده بس. هنا يطلع كم نقطه؟ 1 2 3 نقط. ليس الدل هنا نقطتين. طب هنا كم نقطه يا شباب؟ رقم دي كم نقطه يقطعها؟ مليون نقطه عدد لا نهائي. ايوه كل واحد اصعد بسلامه صح. عدد لا نهائي من النقاط يا جماعه. اخذت الورق اهو عليه كده هينطبق عليه، هينطبق يعني مجموع ما لا نهائي من اعداد من النقاط. ثلاثة هنا ثلاثة وربع يرجع ليه يا شباب؟ للأقل اللي هو ثلاثة. سالب سالب يا جماعة يبقى سالب خمسة. سالب خمسة هنا هذه باء باء هي اللي صح. ليه يا عبد السلام باء اللي صح؟ لأنه زائد واحد بس أروح يمين واحدة بس. طب والإشارة دي مالهاش معنى عنك خالص شايفها؟ بس هذه بس وضع على تحت صح؟ إيه الإشارة بتعمل إيه يا جماعة؟ اللي متذكر معايا اختبار بتعكس 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 بس يعني بتعكس. خلي بالك الاولى دي ترفعها فوق واحده على واي، ده على واي يا جماعه، ده واي تاثير على واي. السنه دي تعمل يا شباب عكس الاتجاه، تخلي تعكس حول محور مين؟ حول محور اكس. يعني الرسمه عندك في الاصل الاصليه خالص يا جماعه قلناها هي دي، هي قائمة مطلقة على الاكس بس. طيب زودنا عليها واحد يا جماعه، واحد بره خلي بالك تبقى عند واي بس واحد ايه؟ هطلع فوق واحد تبقى ده اللي عامله كده. طب في سالب بره، في سالب ثانيه السالب اعكسها كده، اعكسها كده يعني عند الواحد بالظبط اعكسها ماشي. يبقى كده الاشاره يا جماعه اللي هي جنب الداله معناها تعكس اتجاه الايه؟ المنحنى اللي عند الرسمه. يبقى سي هي اللي صح. سي انا حطيت غلط، انا حطيت سي قال لي غلط. يبقى هو فرق السؤال غلط، ما عليك انت، ما عليك انت اعمل الصح بس، اعمل انت الصح ما عليك اي درجات كلام من ده. الاسئله يا جماعه الاسئله كلها قديمه السنه اللي فاتت، ما هي جديده يعني ما انا اللي حطيتها، فالمدرس عاملها قبل كده في اجابات محطوطه بالخطا. لكن طبعا انا بعرف الاجابه الصح ايه بختار خلاص، قول الصح انت وخلاص. تمام فهمتوها يا جماعه دي؟ ايه بالمثل يعني لو حبيت افهمها الناس اكثر دي مثلا التربيعيه مثلا يا جماعه، التربيعيه عامله ازاي؟ اف اوف اكس بتساوي اكس تربيع، رسمتها عامله كده حرف اليو يا جماعه عند الصفر. طيب لو تلاقي اف اوف اكس ده ايه؟ بتساوي سالب اكس تربيع. نفسها بس مقلوب. نفسها بس معكوس. ايوه تبقى كده حرف ال ان اللي تحت او يو مقلوبه كده يا جماعه. الحاجات دي ان شاء الله السنه الجايه بالتفصيل، الترم الاول بالتفصيل. السؤال ده هذه سي، هذه سي كل الناس حفظته طبعا. طب حد يقول لي يا جماعه ليه؟ عشان بس الناس اللي ما خدنا بالها تاخد بالها.
عشان لازم يكون في اكبر من او يساوي واصغر من. ايوه في خط متصل وخط متقطع صح، لازم واحد فيها يساوي واحد غير يساوي. هنا 2 يساوي لا يجوز، 2 يساوي لا يجوز. هنا واحده وواحده ممكن، هنا 2 لا يا جماعه غير يساوي لا يجوز. يبقى هي ايه؟ السي هي اللي صح. يقول لي هنا 5 اكس تربيع مضروب 3 اكس اس 4 زائد 2 اكس، نعمل ايه يا جماعه؟ نستعمل ايه؟ من الدرجه السابعه. لا اللي قبلها، اللي هستعمل هنا التوزيع، توزيع اضرب الاعداد ونجمع الاسس. ايوه نضرب هنا واجمع الاسس المتشابهه، يبقى 5 في 3 في 15 اكس اس كام؟ اس 6 اهي، 5 في 2 في 10 اكس اس 3 اهي يا جماعه، يبقى الرقم ده. دي يا جماعه من الباب الثالث، هما كانت تيجي هنا اصلا جايه هنا بس بصراحة. هنا اجمع الاسس، اجمع الاسس. هي خلصت، خلصت هنا عايز اجيب الدرجه الايه اعلى اسس عندك يا جماعه، درجه كام؟ درجه السابعه. درجه السابعه اعلى واحد عندي، اخذ درجه ايه؟ السابعه. السؤال ده زي ما اقول لك من الوحده الثالثه، المفروض الاختبار اليوم يكون كله على الوحده الاولى بس، بس جه هنا بالخطا يعني. يعني بكره ان شاء الله يا شباب اللي يحب يحضر الحصه نعمل ناخد بقى راجعه على الوحده ايه؟ الثانيه مصفوفات. هجيب لك برضو اهم الاسئله اللي فيها ان شاء الله بكره باذن الله. يعني كل يوم كده لحد يوم الاربعاء اهم الاسئله في كل وحده. يوم الخميس ان شاء الله نديكم شكل اختبار كده شبه الاختبار اللي هي بالظبط. يقول لي حدد مجموعات الاعداد التي ينتمي اليها العدد 3 على 5 ينتمي لايه يا شباب ده؟ هل نسبيه بس ولا طبيعيه ولا حقيقيه؟ نسبيه حقيقيه صحيح؟ نسبيه وحقيقيه. نسبيه وحقيقيه اللي هي دي. طب النسبيه بس ما ينفع؟ لا غلط. لا طبعا. طب طبيعيه وحقيقيه؟ طبيعيه غلط. ليه؟ ما هو طبيعي؟ ايه هو العدد الطبيعي يا شباب؟ حد عارف ايه هو العدد الطبيعي؟ الاعداد الموجبه من واحد الى ما لا نهايه. مجموعه اعداد العد اللي بعد بيها يا شباب، ما بعد اي شيء، بعد بقول ايه؟ بقول 1 2 3 4 وهكذا صح؟ هنا سؤال طبيعي. طب والنسبيه؟ اي عدد اقدر اكتبه بصوره بسط ومقام ده نسبي. 5 على 6 3 على 4 2 على 1 نسبي. 7 بس يعني 7 على اصلا 7 على 1. ارقام العشريه برضه 2 و5 من 10 ده نسبي، كلها نسبي يا جماعه ده. طيب ارقام الصحيحه يا جماعه هي الصحيح ها اللي هي الموجبه والسالبه مع الصفر. ايوه زي الطبيعيه بس معها السالبه كمان، معها السالبه معها كمان الصفر. اللي بعده بقول لك المدى. يا سعدي ما ينفع اقول انه الاجابه دي ولا لازم سي؟ الدي الصحيحه والنسبيه الحقيقيه، هل هو صحيحه؟ هل ده صحيح؟ ايوه لانه موجب. لا العدد الصحيح موجب. يعني ايه رقم صحيح يا جماعه؟ يعني رقم صحيح؟ يعني الموجبه والصفر والسالب. انت لو بتاكل مثلا تفاحه، لو خدت لو هي سليمه زي ما هي خدت منها شيء اسمها سليمه، تفاحه سليمه زي ما هي كده، يبقى سميها تفاحه صحيحه. لو اخدت منها قطمه كده بقت كسر. ما كده الحاجه الصحيحه واحد زي ما هو، تفاحه واحده تفاحتين تفاح سلام يبقى اسمها صحيحه. جزء منها لا، فدوا كسر جزء اهو 3 على 5 3 اخماس. فاهمني؟ فرق بين كلمه صحيح وكلمه نسبي. صحيح يا جماعه دي معناها ايه؟ شيء كامل زي ما هو، شيء كامل. مثلا اكلت اربع تفاحات، اربع تفاحات سلام قدام معايا في الثلاجه مثلا، خدت جزء من واحده ولا خدت صغيره جدا، يبقى هي بقت كسر كده خلاص، بقت كسر.